معالي النائبة ندى ألفي عضو مجلس نواب. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا بيكم. أستاذة ندى، يعني المشاهد العادي عنده تساؤل حوالين مثلا إنه بيقرأ في الأخبار عن قرض أو عن منحة أو عن حاجة زي التحالف دوت، إنه اتعمل بالفعل واشتغل، وبعد كده بفترة بيلاقي إنه المجلس وافق. هل ده استباق إعلامي، ولا هي دي آلية التواريخ الزمنية صح ماشية كده، ولا هو مفترض إنه المجلس بيوافق الأول؟ يعني إحنا مش عارفين قوي الآلية النيابية بتمشي إزاي، يا ريت حضرتك تقولي لنا. لا، هو أي حاجة بتيجي لازم بتعرض الأول على المجلس، والمجلس بيحولها للجان الفرعية للمناقشة، وبعدين بتنزل تاني بعد ما بتناقش في اللجان الفرعية، بتناقش في الجلسة العامة عشان الرأي النهائي والموافقة النهائية. وده نفس الشيء اللي تم في قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، برضو نزل النهاردة كان الموافقة النهائية على قانون التحالف، لكن قبل كده نزل في لجنة التضامن الاجتماعي وتناقش مع اللجان الفرعية لغاية لما وصلنا لصيغة وتوافق تام، وبعدين بيعلن. طيب يا فندم، حضرتك عملتي في التطوع العمل الأهلي والعمل التطوعي، يعني ليكي تاريخ كبير في الموضوع ده. في رأي حضرتك إيه اللي هيضيفه هذا القانون لم يكن موجودا من قبل في مجتمعنا؟ لا، دور المجتمع المدني دور كبير جدا جدا، ودور الجمعيات الأهلية بالذات أي. ليهم في الفترة اللي جاية دور كبير قوي قوي، فده ضلع أساسي في التنمية. فإن المجتمع والمجتمع الجمعيات الأهلية أقصد داخل المجتمع المدني يتوافقوا جميعا في مجال التنمية، دي هتعمل طفرة كبيرة جدا جدا في التنمية في مصر. هتساعد جامد جدا على العمل التطوعي ونشر العمل التطوعي، هتساعد بالتكاتف أكتر للوصول إلى القرى الأكثر فقرا وإلى فئة من الناس أكثر احتياجا. طبعا لما كلنا نشتغل في ضوء شرعية قانون بيدي الشرعية للمجتمع إنه يشتغل، ده بيسهل الشغل في حاجات كتيرة جدا جدا. فأنا من وجهة نظري إن مشروع قانون التحالف الوطني هيعمل طفرة كبيرة جدا في التنمية، هيبرز شغل الجمعيات الأهلية بصورة منظمة جدا. تبني الفكرة من فخامة الرئيس وموافقته على التحالف بتدي قوة ودفع للشغل، فهتحسوا في الفترة القادمة التحالف ده هيكبر. ابتدى ب34 جمعية ومؤسسة، لكن بعد كده هيكبر وهيضم جمعيات أخرى، وهيضم كيانات، وهيضم شركات، وهيضم رجال أعمال، فكل ده هيكبر التحالف قوي إن احنا نوصل لأكبر قاعدة من المستفيدين، وده هيساعد في قضية القضاء على الفقر والجوع بطريقة مفيدة جدا جدا لبلدنا. صحيح، ومفيش شك زي ما حضرتك تفضلتي إنه يعني إذكاء ثقافة العمل الخيري والتنموي والتطوعي، احنا بنشوف دلوقتي عدد كبير جدا من المتطوعين في مشروع مثلا زي حياة كريمة، فده بيأكد ان شباب كتير كان عندهم طاقة، بس كان فاضل التنسيق ده اللي ممكن يتيحه هذا القانون. طب خليني أسأل حضرتك عن قانون آخر خاص بقادرون باختلاف، برضو المجلس وافق على قانون يخص تنظيم شؤون هؤلاء، مش كده؟ طبعا النهارده برضو كنا بنناقش المشروع، وبنناقش قد ايه مليار جنيه اتحطوا في الصندوق، او لسه طبعا بعد صدور القانون هيضخوا كموارد ماليه هتنفع جدا جدا في قضيه الاشخاص ذوي الاعاقه، وهتسد بند كبير جدا في كارت الخدمات المتكامله
في كل الخدمات اللي مطلوبة لفئة الأشخاص من ذوي الإعاقة. فكان كل الكيانات اللي بتصب موارد داخل الصندوق موجودة النهاردة، فبرضو مع صدور القانون ده هيفرق قوي قوي في قضية الأشخاص ذوي الإعاقة، وهيساعد كتير قوي قوي في عمل حاجات كتيرة، خطة الشغل لذوي الإعاقة في المجتمع، سواء كانت من المجلس القومي لشؤون الإعاقة، سواء كانت مع وزارة التضامن الاجتماعي، سواء لإصدار كارت الخدمات المتكاملة. كل ده هنشعر بيه بالتحسن كفاية الإتاحة المجتمعية اللي احنا عايزين نعملها لهؤلاء الأشخاص. كل ده هيفيد في حاجات كتير قوي قوي. دولت أهم قانونين النهاردة، يعني فعلا احنا كلنا مروحين مبسوطين قوي قوي على مشروع قانون التحالف ومشروع قانون صندوق قادرون، باختلاف يعني وفقنا جدا النهاردة في إصدار القانونين. بشكرك فندم جدا معالي النائبة ندى ألفي عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا. والحقيقة انه يعني التنسيق، يعني احنا مثلا جمعيات الأهلية كنا بنشوف جمعيات بتشتغل في نفس النشاط وربما في نفس القرى وربما بازدواج في العمل، وفي أكيد هدر، يعني في جزء من الأموال اللي بتصرف على نشاط مشابه أو غير منسق، دي بتبقى يعني أموال مهدرة. لكن لما بننسق مع بعض كده ونقول دي محتاجة كذا وكذا، طب أنت تقدر تعمل كذا، طب أنت عندك تمويل لكذا، طب أنت محتاجين منك كذا، بنوفي كل الاحتياجات لمجرد أن احنا قعدنا مع بعض ونسقنا. ودي فكرة التحالف في حد ذاتها، يعني اللي هو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه يبقى فيه عمل من أجل التنمية وبتقوم به جمعيات أهلية وبيضم تحالف مصري وطني لمصر كلها.